السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. النهار غادي ندير لكم واحد الوصفه ديال كوكيز ديال الشوكولات، ديال يقدروا يديوها للدراري للمدرسه كولاسيون. المقادير هنا غنستعملها غير بالشوكان. هذا هنا عندي ديت 4 ديال الكيسان، 4 ديال الكيسان ديال الشوفان. الشوفان هذا شوفان طحنتو شويه، يعني ما خليتوش هكاك يعني داير، يعني رطبتو شويه. 4 ديال الكيسان بهذا الكاس. عندي هنا كاس قريب ما ي... قريب عامر ديال الزنجلان مطحون، كاس ديال لاكاسوناد سكر الكاسوناد، تقدروا ديروا سكر الابيض اللي ما توفرلوش. وهنا سكر ديال الزيت نباتي ما عامرش. وعندي هنا 150 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، وعندي هنا شويه الزبيب مع شويه الشكلاط، شكلاط الشكلة النوع. ودابا غادي نطلقوا على بركه الله. مع بلا ما ننسى درت هنا واحد شويه ديال القريصه ديال الملح ديجا راه هنا، وندير واحد وعندي واحد المعلقه ديال لاباتا بودر. غادي نديرها ما نديرهاش دابا، نديرها واحد شويه ونديرها. نبداو بالزبده ديالنا، كاسونا نخدموها بالكاسونا مع الزبده. نبدا احسن في الاصابع. نخدم مزيان هاد الكاسونات مع الزبده. صافي الزبده ديالنا كما تشاهدوا ولا ترطبه. دابا غادي نضيف عليها الزيت، يمكن لي دابا نستعمل الطراب اليدوي. دابا نضيفو البيضة، نضيفو البيضة الزايدة، نزيدو نخلطو البيض ديالنا. ديرو معلقة ديال لاباتا بودر،
دابا غادي نديرو الدقيق شويه بشويه. نزيدو هاد نص كاس ديال الجنجبيل الزنجلان يمكنكم ديروها غير بالدقيق يعني من غير يعني بلاصه الشوفان ديروا الدقيق العادي. الشوفان هو الشوفان ياخذ يعني الزيوت ياخذ يعني بشكل كبير يعني على يعني غير بشويه حنا نزيدو يقدر تجينا قاصحه اذا درنا بها بزاف من البدايه داني درنا غير بشويه حنا نخلطو. لازم تكون شويه العجينه شويه رطبه ما نخليوش العجينه قاصحه حيت هو يتشرب بزاف الشوفان. نزيدو الشكلا ديالنا و البسكيت صافي نستمرو في الشكلا ديالنا نزيدو هاد اللوز مرمش هكا اي حاجه كانت عندنا سوا لوز سوا قرقع سوا كيجي فيه مزيان بهاد الطريقه ولا باكان ولا حاولوا غير نجمعو العناصر هكا نزيدو غير واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق يعني كيما قلت لكم هذا الدقيق ديال الشوفان كيشرب داكشي ما بغيتش ندير الاول ندير كلشي المقادير نزيد على شويه صافي نكتفي بهذا القدر حيت شحال ما جا خفيف يجي البسكويت ديالنا هش حسن ما يكون قاصح وتجي دابا غادي نديرو مطرة هذا ديالنا اللاطة اللي تمشي للفران خواتي دابا غادي نبقاو نشكلوهم كناخذو هكا العبارب على حسب واحد المعلقه هكا كبيره ونكوروهم نستعملو شويه الزبده الزيت الى جاتنا نديرو كويرات هكا نديرو لهم هكا ونحطوهم هكا نبعدوهم شويه ما نديرهمش هما ما غاديش يزيدو بشكل كبير شويه وصافي هكا ناخذو على حسب هاد العبار هكا ونديرو ديك كويرات كويرات بحال هكا عاودي قلت علاش كويرات هكا ونقرصوهم شويه ونحاولوا نبعدو بيهم نبعدو بيناتهم شويه هكا هما ماغاديش يزيدو بشكل كبير ولكن غير نبعدو احسن يعني باش ما يلصقولناش وحده مع وحده هكا نديرو لهم نقطو لي بغاو فيها هكا باش ناخدو نص العبار نستعملو بهاد الملعقة على حسب الملعقة هكا ونقرصوهم هكا
اخواتي هذوما لي كوكيز ديالنا بعد ما شكلناهم، دابا غادي ندخلهم الفران على نار متوسطه ونحضيوهم باش ما يتحركوش لينا، كل واحد والفران ديالو. وتابعوا معنا المشاهده حتى للنهايه باش تشوفوهم كي غادي يخرج. اخواتي هذا هو الكوكيز ديالنا ديال اللي درنا، الور كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع، والمذاق والمذاق زوين ورطيب كما تشاهدوا. كيفاش تشوفوا شاهدوا طالكم وحده هشيش ورطب ورائع. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا لايك وديروا جيم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالنسبه لهاد الكوكيز يقدو الوليدات الصغار، سورتو اللي عندو الوليدات، يديرو لهم في البواطه لانش في الكوتي في